موضوع اليوم هو الطريقة الصحيحة لاستخدام أي منتج لمنطقة حول العين لحتى نعالج مشاكلها، كأنه عم نحكي عن سيروم أو كريم أو حتى ماسك لهالمنطقة. شو هي الطريقة الصح لحتى ما نأذي منطقة حول العيون اللي هي كتير رقيقة ولحتى نحسنها؟ خليكن معي تعرفوا كل هالأجوبة. للتذكير، انا جوزيف وانتو على سكين فيتس. سكين فيتس هي قناة بنحكي فيها عن العناية بالبشرة والعناية بالنفس، فاكيد اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على الجرس تعرفوا عن كل فيديو جديد اول ما ينزل كل نهار تنين. استوحيت احكي عن هالموضوع اليوم بالذات بعد ما اجاني كتير تعليقات عن فيديو حطيته على الانستغرام ستوري بفرجي شخص عم بيحط الكريم لمنطقة حول العيون بطريقة غلط، كان عم بيشد وجهه وعم بحف لحتى يحط هالكريم، وتفاجأت انه اجاني كتير تعليقات، العالم عم يسألوني شو هي الطريقة الصح، ما فهمنا شو الغلط، بليز اشرح لنا. فحبيت انه اوضح هالموضوع. على هالسيرة اكيد تابعوني على الانستغرام بنفس الاسم سكين فيتس لحتى تشوفوا معلومات ما بتشوفوها على اليوتيوب. اول سؤال بدي جاوب عنه هو هل في استخدم اي منتج بستخدمه على وجهي كمان على منطقة حول العيون، او لازم جيب منتج هو خصيصا لمنطقة حول العيون؟ والجواب هو بيختلف حسب شو هو هالمنتج، وحشرح لكم ليش. حبلش احكي عن السيروم. اي سيروم وظيفته انه يرطب الوجه ويغذي البشره، فيكم تستخدمونه لمنطقه حول العيون اذا ما في مكونات نشطه مثل فيتامين سي مثل الريتينول. مثلا اذا في مكونات مثل نياسيناميد الهيالورونيك اسيد، هالمكونات بترطب البشره وتفتح البشره، فيكم تستخدموها لنفس المنطقه وهذا الشيء مناسب. بس اذا في مكونات نشطه مثل فيتامين سي او ريتينول او AHA الجليكوليك اسيد او BHA الساليسيليك اسيد، هالمكونات بتقشر البشره فما حتكون مناسبه لهالمنطقه الرقيقه، معقول تحسس منطقه حول العيون وتاذيكم. اما بالنسبه للمرطب، هل بصير استخدم نفس المرطب اللي عم استخدمه على وجهي على منطقه حول العيون؟ وجايب هو حسب سماكه هالمرطب. اذا كان جل هذا بيعني انه حيكون خفيف على البشره، يعني بيستخدم على هالمنطقه، بينما اذا كان اسمك، اذا كان لونه ابيض، اذا بده ينمد بطريقه كتير صعبه، يعني اصعب يستخدم على منطقه حول العيون لانه هالمنطقه كتير خفيفه، البشره فيها كتير رقيقه، ما حفيها تستوعب كل هالسماكه. فاذا انتم من الاشخاص يلي بدها تخفف من الخطوات تبعوا لعناية البشره تبعها، فيكم تخلصوا من هيدي الخطوه، ما في زمله لها الا اذا عندكم مشاكل معينه لمنطقه حول العيون بدكم تحلوها. بس طبعا كتير مهم نخلي هالمنطقه مرطبه باستخدام سيروم يكون مرطب البشره، فيه هيالورونيك اسيد، فيه جليسرين، في مكونات بترطب هالمنطقه. هلا هنحكي عن الطريقه الصح نحط فيها اي منتج على منطقه حول العيون. طبعا اذا كنتوا عم تستخدموا منتج معمول خصيصا لمنطقه حول العيون، حتلاقوا في ايام مكونات نشطه بس بتكون بنسبه قليله لحتى ما تحسس هالمنطقه، مثل الريتينول مثل الفيتامين سي، لحتى نعالج هالمشاكل. في عندي فيديو كامل بحكي فيه عن افضل منتجات لهيدي المنطقه، فيكم تشوفوه حطوه على جنب لتشاهدوا. الطريقه الصح لحتى نستخدم اي منتج على منطقه حول العيون هي سهله وما بدها كثير تفكير، بس كتير مهم انه نتعود نستخدم هالتكنيك هالطريقة لحتى ما نحسس بشرتنا، لحتى ما نأذي عينينا، لحتى ما نشد على البشرة ونعمل تجاعيد. مثل ما قلت كتير مهم انه ما نشد على بشرتنا بهيدي المنطقة، واهين طريقة لهيدا الشيء انه نستخدم هالاصبع لحتى نمد المنتجات على بشرتنا، لانه هيدا الاصبع فيه اقل شيء قوة وكتير صعب انه نأذي بشرتنا بس نستخدم هيدا الاصبع. فإذا بدكم تسهلوا على حالكم وتعودوا حالكم انه ما تشدوا، فيكم تستخدموا هالاصبع يلي هو بيكون اقل شيء فيه قوة. كما انه كتير مهم انه نطبطب على البشرة وما نحف البشرة، ما نشد البشرة، فاستخدام الطبطبة بتساعد كمان انه المنتجات تفوت طريقة احسن على البشرة حتى نستفيد منها اكتر. تالت شغلة مفروض تنتبهوا لها هي انه ما تقربوا كتير على العين بس تحطوا اي منتجات بهالمنطقة، فدايما حطوا اكتر شيء على العظمة اللي هي تحت العين وما تطلعوا اكتر من هيك لفوق، لانه المنتج لحاله هو بينتقل، فافضل ما ينتقل لمنطقة جوات العين لحتى ما تحسسوا عينيكم. اما بالنسبة للماسك اللي بيكون ايام للوجه، اكيد ما تستخدموه ابدا لمنطقة حول العيون، دايما الماسك بيكون ايام بنشف، ايام بيكون كتير سميك، فما بيستخدم لمنطقة حول العين فبعده عنه، إلا إذا كان هو معمول لمنطقة حول العين. بالنسبة للماسك اللي بيكون لمنطقة تحت العين، بيكون مثل ورقة مغمسة بالسيروم، بيكون فيه مكونات مثل نياسيناميد تفتح هالمنطقة، بيكون فيه مكونات مثل جليسرين والهيالورونيك أسيد حتى نرطب هالمنطقة، وبيضلوا هيدا الماسك على تحت العين تقريبا 20 دقيقة. فكتير مهم انه تشيلوا هيدا الماسك من بعد ال 20 دقيقة لحتى ما يعمل مفعول معاكس ويشرب رطوبة من بشرتكم، فدايما الحقوا التعاليم يلي على قلبي وما تخلوه على بشرتكم أكثر من اللزوم. وهيدي كانت كل النصائح اللي عندي عن استخدام المنتج بالطريقة الصح لمنطقة حول العيون.
إذا استفدتوا من هذا الفيديو بليز اكبسوا على اللايك، وأنا بشوفكم بالحلقة الجاية نهار الثلاثاء. باي باي.